وتتحمل كورونا يعني غريبة غريبة. كل بقيتها عم تشتد في العالم كله. بعدين لو يحكي رئيس الجمهورية يعني شو بعد بتقولي؟ كنت نسألك عن هالوساطة اللي حاولت تعملها المصارحة والمصالحة ليش ما تمت؟ بهمي بالله لا ما بين لازم تحكي الرئيس خلاص. طب برأيك وساطتك وقفت ولا بعدها مكملة؟ بعد الرئيس ما بحب. شكرا لك. زين اليوم نعيد رتبته لانه ما ظروف منعتنا نكون هون على عيد الميلاد. فجينا اليوم وحكينا شوي بالاوضاع العامه يلي هي بعدها مكتومه لان كل شيء عم بيصير معنا ما بينحكى بالاعلام لانه بالاعلام مع الاسف كل واحد بيكتب شكل. وان شاء الله انه تكون هاللقاء مثمر في هالموضوع.